نحن بعتقد انا بحاجه لدعم لعبتنا، لاعبينا بحاجه لدعم جماهيري ولدعم كل القطاعات، كل القطاعات دون استثناء، مش بس جماهير، حتى الاعلام، حتى اي قطاع اخر، انه يدعم المنتخب، لانه اللاعب بحاجه لتحفيز على كافه الصعد ومنها التشجيع. بعتقد انا انه بيستحقوا بهيك مناسبه تصفيه كاس العالم برازيل 2014، انه هذه مناسبه عظيمه، وهي بعتقد اهم مناسبه بيشارك فيها اللاعب. فان شاء الله بنلاقي دعم من الجميع، وإذا كان في أخطاء يكون الانتقادات بناءة، ويكون الانتقادات ضمن كرة القدم، وإذا كان في فوز وإداء جيد يكون المديح للاعبين، لأنه هن حطوا جهد وعرف. في الكابتن جبال، كابتن جبال حبيب يوجه لك سؤال. كابتن حسن، كابتن حسن حبيب، تفضل. يعطيك العافية. بس بدي أسألك عن يعني الغضاق عن الاستعدادات هلا بالفترة الأخيرة، زيد بدي أسألك عن التشكيل المتوقع لبكرة، وبدي اسالك بس سؤال صغير ومن بعدها يعني بدي نقدر نبني على الجواب اساس. يعني بس بدي اسالك عن استبعاد الغدار وعطوه، عباس عطوه النجمه، ونصرت ونصرت الجمل. بس خلينا نسمع نعم باختصار يا ريت، باختصار كابتن حسن تفضل. هذا سؤال اصلا انا متوقع تسال الحاج، مش انت بس، لانه كل شخص يعني انا عم بقرا بالجرايد انه عم بيطالبوا باشخاص انه عم يلعبوا. نحن بنحترم اللاعبين الاسماء اللي قلتهم، انما انه انت لما بيلعب لاعب عندك لاعب بتخير يعني بتفضل بين عباس عطوي النجم وعباس عطوي اونيجا، اللي يعتبر لاعب قدم موسم ممتاز هذا الموسم، ما بعتقد انه انت في خلاف بالراي انا وياك انه تختار اونيجا. الغدار كان محمد غدار، كابتن محمد غدار عندك انت هداف الدوري، ووصيف هداف الدوري، وثالث وصيف هداف الدوري، انت بتاخذهم ثلاث مهاجمين. يعني لما بتختار حسن معتوق ومحمود العلي وطارق العلي اضافه لاكرم مغربي، بعتقد انا ما بكون اختيارك خطا. بس حسن حبيبي، نصرت الجمل، بس حبيبي نصرت الجمل ما كان في تواصل، انا ما بعرف، انا بالنسبه لي ما كان في تواصل ونصرت. انا طيب. نصرت من زمان بعرف، بس نصرت انا بس باعتقادي بس انا وقت. بس مبرر، خليني استحضر مبرر عدم استدعاء نصرت، بعتقد هو عامل العمر، يمكن نصرت 33 سنه. نحن عم نعمل على اعمار ما تتخطى 30، حتى نكون معدل اعمارنا سنه عن سنه عم ينزل، وكلهم بيعرفوها هيدي. كابتن التشكيل بكره المتوقع، في شيء بالجو، التشكيل بكره المتوقع للمباراه، او بدك تتركها لبكره كابتن؟ يعني هو من مصلحتنا كنا انه ما نعلن عن التشكيله، لانه اكيد التشكيله صارت شبه معروف، يعني ما بقول لك ما بخفى عليك الا انه مركز او مركزين في بحث في، لانه قد يشارك اونيجا او لا حسب وجعه. في لاعبين ما بحق لهم يشاركوا، مثل خضر سلامي، مثل زهير عبد الله، مثل عماد الميري. ففي لاعبين عندنا مركزين بس هول الوحيدين. نحن نشوف حتى التمارين اللي شفناها نفس تشكيله والحضور البدني انه يشاركوا، نفس تشكيله مباراه الامارات، يعني فينا نقول نفس تشكيله الامارات. كابتن حسن لا اكيد في تغيير. طيب على العموم كابتن حسن، لضيق الوقت، انما نتمنى لكم التوفيق، ان شاء الله بتقدموا مباراه جيده، بتتكلل بالفوز والانتصار. وجه تحيه لكل اللاعبين للجهاز الفني اللي معك، ونحن ان شاء الله يعني رح نكون مؤازرين لكم مثل الجمهور اللبناني اللي بندعيكم موجود بالمدينه الرياضيه. لا شك انه استاذ محمد، التمني اللي عم تتمناه انت معني فيه كمان، لانه الفوز هو فوز للكل باذن الله. وان شاء الله انه انتم كمان بتكونوا بعد المباراه مسرورين ومبسوطين بالاداء ان شاء الله لحياة المنتخب. ان شاء الله. شكرا لك كابتن حسن ايوب، مدرب المنتخب اللبناني، حكي لبعض النقاط، وانت سالته كابتن عن الكثير من النقاط بالنسبه للبنان. بس خليني انا اسالك نقطه، برايك بهالظروف المحيطه كلياتها، لو جمال الحاج استدعى لتدريب المنتخب، هل جاوبني بسرعه، هل كنت تستلم المنتخب كره النار هذه او هجاوبك؟ نعم. طبعا لا، بس انه عندك بعض تعليقات على كلام. بدي احكي بشكل عام، في كثير حكي عن الفوتبول بلبنان، نعم، وكيف اداره الامور، وكيف التحضير. يا ريت بنمر على كل النقاط باختصار، في شيء كل شيء شي بيتعلق بالاتحاد واداره اللعب، وفي شيء بالامور الفنيه. خلينا نبلش هلا، بس نعقب على الاتصال مع الكابتن حسن. بالبدايه ما حدا بيحسدهم على الموقف اللي هو فيه، هو الكابتن ايميل، وما بعرف اني بسال حالي ليش هن متصدين لهالمسؤوليه، شو الدافع وشو الحافز؟ لانه انا ما بعتقد انه اذا في مشاكل بين انقسامات داخل اداره اللعبه وجهازها، وفي مثل بيقولوا ناس عم تحارب ناس، وهذا الكل، وانا بين هلالان عم بحكي كمتابع، كمشجع، كواحد لبناني. هلا بهمك، انا السبت الماضي حضرت لبنان والامارات على التلفزيون، وعم بحكي نابع من هذه الخلفيه، شهدنا الكارثه يعني. ما بعتقد انا انه العمل
بين الجهاز الفني والإدارات إذا ما في تناغم وانسجام، أنا بدي أسلم مدير فني المسؤولية ليقود السفينة على الدفة، ولو أنا بختلف معه بالرأي، أنا علي هو يقود السفينة، كل شيء بده إياه بيطلبوا مني أنا علي نفذ له إياه ليحقق استراتيجيته ورؤيته. ما فيني أنا أشتغل لأنه هو مش ماشي مثل ما أنا بدي، أقعد اشتغل وحرتي على يعني برايك على الكابتن امير رسل انه يرفض يعني كان برايي ما بعرف شو عم هلا هو انا بقول لك يمكن عم براهن ولو انه يمكن براهن على مباراه بنجلاديش انه بكره بيقول يعني احترمنا بنجلاديش يعني احنا نصير اليوم بوضع انه لربما بنجلاديش بكره تعمل مفاجاه او تربح علينا ببيروت كابتن ليش قديش نسبه انت تفوز ما في نسبه ابدا يعني. لا في بس انه ليش مستبعد بنجلاديش مش شايف معقول يعني. اي بلد عنده ساتلايت صار له سنه بيحضر ساتلايت متطور اكثر منك بتوقع بكره كابتن سؤال بتوقع بكره يكون في جمهور بنجلاديش لا لانه في ناس عم تنام لبنجلاديش يعني في ناس عم تمشي لقدام وانت بعدك عم تتخانق وهذا انت واحد عم يمشي لقدام وواحد عم يمشي لورا انا طبيعي لما تفاجئوا اللي بدي احكي فيه في مشكله انا ما بهم انا ما ما في فرق معي فلان هذا اللي غلط ولا هذا اللي غلط هذا معي وهذا ضدي انا عم بحضر انا بشوف في مسؤوليه واقعه على كل واحد حامل حكامش هذا المنتخب نتائج اول شيء بس بدي فوت على تصفيات كاس العالم انا لازم احط برنامج لازم احضر لازم احضر انا يعني شو الاتحاد اللعبي ما عنده رؤيه ما عنده برنامج لا 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 اول شيء بلش هلا كابتن حسن صار لهم سنه غايبين يرجعوا يلعبوا كيف هيك بس انا بس بدي اعقب على بعض النقاط اللي قالها كابتن حسن بسرعه لانه بعد معنا حوالي 10 دقائق قال نقاط قال انه بدي احاول يشغل على الاخطاء الاستلام والتسليم والتحرك بدون طابه والتنظيم الدفاعي بالنسبه للامور الشغله اللي بيعرفوا هذا الشغل صح وهذا اللي بينقصه كثير المنتخب بس انا كمان على اجوبته بس بده يكون عم بس عطوا النجم بالمنتخب اذا كان اونيجا مش محرم عم بس عطوا يكون احتياط يعني قصدي مش فاهمين ليه بده يكون يا اونيجا عم ياخذوا عم بس عطوا هلا هلا اليوم بالتمرين تعور اونيجا ما زال هو عم يفاضل بين هول الاثنين هلا بعد هو عم بيقول انه اونيجا مصاب قصدي اصلا مش اثنيناتهم هن نفس الاسلوب ونفس السيستم الشغله الثانيه انه مش لازم ضروري واحد بس منهم يكون بضمن بعثة بضمن تشكيلة منتخب طويلة عريضة ومش ضروري إذا كان موجود محمود العالي هداف الدوري الغدار اللاعب المحترف برا ما يكون ومش ضروري إذا نصر جمر عمره 33 سنة ما يكونش بالمنتخب أنا هذا رأيي أنا بعدني برجع بقول لك أحترم تحديهم لهذه المرحلة لكنه في أخطاء كثيرة إدارية خطينا لنقول إن شاء الله تخطينا بنجلاديش مش المهمة حتصير أصعب عليهم المرحلة الثالثة المرحلة كابتن احنا اذا بدنا ننظر انه على لبنان وننظر للعبه بدنا تنظر انت كيف شو عم بيصير اخطاء وشو لازم يصير لحتى تطور هذه اللعبه ما بيهمني اربح انا من بنجلاديش واللعبه عم تموت صح وما بيهمني اخسر من بنجلاديش واللعبه عم تتطور اخسر من بنجلاديش بحس حالي عم بتحسن اعمل تحضير صح واشتغل صح واخسر من بنجلاديش بوجد العزاء لنفسي بس انا بكره اربح يعني انه وخير ان شاء الله طيب هل هذا صح بدي اقول لك اياه طالما انت فيت الفوتبول مش هيك باخر الجمعه بتيجي بتقول يلا شباب تقلعوا الله يوفقنا ارتجالي يعني. لا هذا منتخب هذا فوتبول بدك تشتغل بدك تضحي طب اليوم بيقول لك البعض كابتن جماعه عشان تكون واقعي يعني منتخب ما معه طابات نعم. منتخب ما عنده ملعب يتمرن منتخب لاعب بيتمرن هون وبيدعوا الوطنيه منتخب الكونكشن عنده ما عم يفتح الايميل لياخذ صوره بس لنوضح للجمهور صوره جواز رضا عنتر انه ما استدعي على المنتخب لانه الهوت ميل بالاتحاد ما كان يفتح فصوره جواز السفر لرضا عنتر تاخرت بدي احكي كلمه بس ناس بيدعوا بالوطنيه وبالوطن ما حدا لا انا برايي بكل واحد بيتعاطى فوتبول بهالبلد ما عادش يحكي بالوطنيه ليه ما عادش يحكي بالوطنيه ينتمي للطابه يخلص للطابه هيدي اعلى من الوطن لانه انت اذا تخدم الوطن تخدم الطابه يعني تخيل في ناس بلحظه بقول لك الوطن والمنطقه وهن شو كرمال كراسيهم وكرمال غاياتهم وكرمال كل الاخطار اللي براسهم بيدمروا هيدي اللعبه